السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل استعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصاية الإليزي على الجزائر؟ ماذا تعني تدخلات باريس في الشأن الجزائري الداخلي؟ ما حقيقة الأرقام التي تقدمها السلطات الجزائرية عن وضع كورونا في البلاد؟ ما هو واقع الجزائر الصحي الحقيقي؟ ألا! هل بالفعل الجزائر هي الأقوى في المنطقة؟ كيف سقط الرئيس التونسي الأسبق محمد منصف المرزوقي في مستنقعات المخزن المغربي؟ وماذا بعد تخبط الجزائر مع رئيس غائب ونظام خائب؟ أسئلة ستكون محور مداخلة هذا المساء مع أنور مالك، تابعونا في الأوقات التالية.